الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل فكرة جديدة لتوكة شعر. التوك في السوق علشان العيد يا حبايبي، كل سنة وحضراتكم طيبين. غالية جدا، فقلت النهاردة نعمل فكرة جديدة يا رب تنال اعجاب حضراتكم. دول خمس قطع، مقاس كل قطعة 2.5 × 3، تمام؟ ودي خمس قطع من لون تاني برضو 2.5 × 3، ودي قطعة من قماش الجوخ 3 × 3، ودي 2.5 × 3، تمام؟ دي كل الحاجات اللي معانا مقص، معانا المسدس الشبك. نبتدي كده مع بعض حبايبي. انا هاخد القطعة اللي معايا دي، بسم الله، وهعمل لهم بس دوران بسيط خالص. هعمل دوران كده اهو بس عليه عشان المفرش اهو كده، بسم الله. هسويها وبرضو نفس نفس الطريقة، هعمل برضو دوران كده، بسم الله. هناخد بقى اي لون تحبيهم بقى ونعمل منهم التوك بالشكل ده. اضبط بس الطرف. وهاجي بمسدس الشمع احط قطعتين كده على بعض، نحط الشمع هنا بالشكل ده، اي بقى لو انت تحبيهم بقى بنفس الطريقه كده، تمام. وهاجي حبايبي اضم الاثنين دول كده على بعض اهو بالشكل ده كده، والزق اعمل بقى واحده تانية معاكم. نعم، مش هتكلمك اي حاجه لو عملت ايه.
هاجي امسك القطعه اللي هي من قماش الجوخ وبرضو اعملها دوران بالشكل ده كده. تمام، وهاجي الزق الوحدات دي عليها. بسم الله. بالشكل ده. حابه تزودي شمع بقى؟ مفيش مانع. تمام بالشكل ده كده. وهاجي على الجزء الثاني من قماش الجوف معايا، وهعمل لها برضو نفس الدوران كده دايرة عشان اثبت عليها استك الشعر. بالمناسبة الاستك ده بيشتري من متر، لو ما عندكيش استك شعر ممكن تستخدميه وموفر جدا. معايا الدايرة دي كده، هجيب المقص وهتني الدايرة كده نصين وهعمل فيها فتحتين كده. بسم الله بالشكل ده. تمام، هجيب الاستك معايا وادخله بالشكل ده كده، والطرف الثاني. تمام كده، والزقهم مع بعض. اهم حاجة في الشغل بتاعنا التقفيل يكون نظيف جدا بالشكل ده. بسم الله. تمام كده، واشيل بقى الشمع الزياده. هاجي بقى حبايبي اخد الايه التوكه الجميله دي، ومن ايه على الدايره اللي ورا كده، واحط شمع بزياده بالطريقه دي. يعني لو شفت التوك الجاهزة فكرتها بسيطة وغالية جدا، غالية في الثمن عن التكلفة اللي هي فيها بالشكل ده كده. تمام، توكتنا القمر دي اهي، ما كلفتناش حاجة من البيت الطريقة دي كده. النهاية بقى احط الايه الاكسسوار البسيط ده. تمام بالشكل ده كده. انا عامله منها شكل تاني اهي، تقفل كويس. يا رب تعجب حضراتكم وتقدروا تنفذوها
ويا ريت تقولوا لي الشكل ده اهو، تقولوا لي الشكل اللي هو الاحسن. اي حبايبي اهو تمام بالطريقه دي كده. ده كان فيديو النهارده حبايبي، يا ريت عجبكم الفيديو، يا ريت نشيره لاكبر عدد من الاصدقاء، ونعمل اللايك يا حبايبي ما ننساهوش، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.